سوق مدحت باشا هو جزء الغربي من الشارع المستقيم والمنشأ في العهد الروماني، ويعرف على ألسنة الناس باسم سوق الطويل أو سوق الطويلة، ويمتد من الغرب إلى الشرق بين جادة الدرويشية وسوق البزورية، وقد تجاوز قليل نحو الشرق كما يوازي سوق الحميدية من جهة الجنوب. ولكي نضع المسميات بمكانها، فالتسمية الرسمية بحسب خريطة دمشق والصادرة عن وزارة السياحة السورية بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق الممتازة في سنة 2000 تشير إلى ما يلي: هل من عند باب الجابي، يعني الباب الغربي، ولغاية مصلبة البزورية والتقاطع مع شارع حسن الخراط اسمه سوق مدحت باشا. من بعد المصلبة ولغاية تقاطع شارع الأمين والزقاق الخيمرية اسمه شارع علي الجمال. من بعد المصلبة، يعني مصلبة شارع الأمين ولغاية باب شرقي اسمه الشارع المستقيم. هذا ما ورد تفصيلا من ناحية التقسيم الإداري ومرافق أمانة العاصمة. بالماضي كان اسمه الشارع كله برمته اسمه الشارع المستقيم، من عند باب الجابية وحتى باب شرقي، أو كان يسموه سوق الطويل. تعود جذور السوق، سوق مدحت باشا، إلى تاريخ حضاري موغل في القدم، وقد توالت عليه عهود تاريخية شهدت فيها فترات من الازدهار وفترات من الاضطراب. ومن أبرزها، أبرز تلك العهود، سيكون حديثنا هنا أكاديمي بحت، يعني هو للمهتمين تاريخيا ومعماريا بالمنطقة، فأرجو منحنا بعضا من الوقت لمتابعة هذه السلسلة الهامة من توثيق أسواق دمشق. نعم، سنأتي الآن إلى الفترة الآرامية. يعود تاريخ دمشق إلى ما قبل العهد الآرامي، ولكن المعلومات عن هذه الفترة قليلة للغاية، وذلك لغياب الأدلة الأثرية والمصادر التاريخية التي تتحدث عنه. ما كان في موثقين يكتبوا. وقد امتاز الشارع المستقيم كما أطلق عليه قديما بأهمية كبيرة، لأنه الطريق القديم الوحيد الذي يمر بالجانب الجنوبي من مدينة دمشق، ويرجح أن يكون موقع القصر الملكي كان في جنوبي المدينة في تلة السماكة المشطور اللي شطرها الشارع المستقيم. ونتيجة لازدياد عدد السكان، قام الآراميون بإنشاء سور جديد ليحمي المدينة من الغزاة. أما الفترة اليونانية، لا يوجد تغير على الشارع المستقيم كما هو واضح هنا في المخطط، وأصبح لليونان جالية سكنت أحياء مستقلة مؤلفة مدينة جديدة. أما الفترة الرومانية، فقد أخذ الرومان تل دمشق الرابع المجاور للجالية اليونانية، وأقاموا سورا حول المدينة الدمشقية القديمة كما هو ظاهر بالخريطة، وجرى توسيع الطريق الواقع جنوبي الأحياء السكنية التي تربط بين أجزاء الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. وعند تعديل شكل المدينة حسب نماذج التخطيط الروماني، حتى وصلوا يعني ليصبح الشارع المستقيم هو في منتصف المدينة تماما. وتغير مسار هذا الشارع، بدل من اتباعه لشارع أقدم عهدا منه، لقد حدث الانحراف الأول في مسار الشارع المستقيم عند الكنيسة المريمية الحالية، حين يقوم هناك قوس التترابيل أو قوس الخراب.
أما الانحراف الثاني فقد جرى في الجانب الغربي لتلة السماكة عند تلة النجارين، يعني في الجهة الغربية من سوق الطويل، اسمه سوق الفسقار، وهناك أقنية تتفرع عن نهر القنوات الروماني والذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي. أما الفترة البيزنطية فقد حدثت تغيرات في الشارع المستقيم الممتد من الشرق إلى الغرب، وذلك عندما قامت الكنيسة المسقلاط بالقرب من قصر العظم. فمنذ القرنين الخامس والسادس بدأ التشويه يطرأ على شبكة الشوارع المستقيمة والمنشأة في العهد الروماني، وظهر ذلك خاصة في منطقة الشارع المستقيم وبعض الشوارع الفرعية، وذلك نتيجة لتدهور التي أصابها عسكريا وماليا وسكانيا. أما الفترة البيزنطية والأموية فقد بدأ مركز المدينة التجاري بالتحول شمالا إلى منطقة تجمع المسلمين حين تم بناء الجامع الكبير في عهد الوليد بن عبد الملك على كامل مساحة الرواق الروماني، ولكن بقيت غالبية النشاطات التجارية متمركزة على المحور الأصلي للشارع المستقيم. أما الفترة المضطربة في الفترة العباسية فقد تم هدم سور دمشق وخربت المدينة وهجرها أهلها وخلت الأسواق من التجارة، وكان ذلك في أول عهد العباسيين. وخرب أيضا السور الروماني ذو البوابة الثلاثية الفتحات الشبيهة بأقواس النصر، وتغيرت معالم المدينة القديمة قليلا عند إنشاء أحياء سكنية جديدة وحولها أسواق صغيرة. أما في الفترة الفاطمية فتغير مظهر الشارع المستقيم بنشوء العديد من الأسواق الصغيرة على أطرافه بسبب انعدام السلطة المدنية الرادعة، ثم تهدم السور القديم وبنوا لاحقا عليه على مقياسه أو أصغر منه وتصغير فيه أبواب أو سد فتحات جانبية، ومما أدى إلى تغير مظهر الشارع المستقيم واختفاء ربقته الجانبية التي ابتلعتها المنشآت المتراكبة عليها. بعد الفترة الفاطمية جاءت الفترة النورية. حافظت الفترة النورية على أهمية الشارع المستقيم ومنطقة الجامع الأموي، وخاصة في جنوبه وشرقه. أما في الفترة المملوكية فقد أصبح الشارع المستقيم يعرف بسوق جغمق، وأن النشاط المستمر فيه أدى إلى تطور جديد في اتساع السوق الدمشقي وتبضعه في مركز المدينة وأرباضها، وظهر سوق جديد شمال المدينة في محيط القلعة. وفي الواقع عرف هذا السوق في العهد المملوكي باسم سوق جغمق نسبة إلى نائب الشام الأمير سيف الدين جغمق الذي حكم ما بين 822 هجرية إلى 824، والذي ينسب إليه بناء خان جغمق بالشارع المستقيم أو بسوق مدحت باشا والمدرسة الجغمقية في شمال الجامعة الأموي. إلى هنا وينتهي توثيق الجزء الأول من سوق مدحت باشا. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفا.